السلام عليكم. وعليكم السلام. يا خير شو في حتى جايبيني على ملا وشي؟ شو في؟ مشي معنا وشوف شو صاير بالطابق الثالث. الامر ضروري وملح وكل يوم عم بيصير يا مختار. كل يوم كل يوم؟ ايه والله شرف معنا. بالطابق الثالث؟ تفضل. تفضل ولا شو؟ تفضل. لك شو يا قلبي مبسوطة؟ كثير تقبرني. شرف مختار شرف. ممكن يا عمر انت نغير الوضع يا حبيبي. انا صحت حي مثل ما انك سامع كل يوم نفس القصه مثل ما والله شيء معي. ونحن هيك عم نقول يا مصطفى. قطتي بلي. نعم يا عمي. يا رب عمرك انا خلوني اسمع غيري الوضع يا كلك يخرب بيته. الله وكيلك يا مختار بس انا ما عم طلب البيوت مشان هالتصرف هذا. ضروري كل البناية تسمع أصواتكم. لك عيب لك ما بيجوز. إن شاء الله ما تواخذني يا مختار حقك علي. بتعرف بس إنه خلي الجو مختار وسدنا بالجو خلاص مختار. عندي مرة ثانية رح أوطي صوتي بحياتك. ها؟ تكرم عينا. سمعتوا؟ عندهم ما عاد عيدا. ما عاد عيدا؟ الصامي. أنت هون يا مختار؟ بسم الله. اي انا هون يعني وين بدي كون؟ لك تاع اسماء صاحبك صرع البنايه. صاحبي؟ انو صاحبي؟ صاحبك نعمان. لك شبه لا تقلي رجع يعلي صوته. لك مو بس رجع يعلي صوته تاع اسماء شو عم يحكي وعم بيحكي كمان. لك ايه تعال يلا امشي قدامي لشو. خلصت الطاوله ها جاي. لك يا مختار تعال اسمع خلصت يا مختار. منيح يا مختار. مين اللي عم يقول انه المختار نايم مع نعمان شو هو بالبيت؟ شو؟ إن شاء الله تكون مبسوط يا مختار. مختار؟ تمام هيك يا مختار. الله يسعدك. يا مختار يا مختار. ولك تعبه. لا الله لا يوفقك. الله لا يوفقك. افتح افتح. هي مختار. هي يا مختار. شبك روي. إن شاء الله تكون مبسوط. كله تمام مثل ما بدك. مثل ما بدي. الله لا يوفقك. لك انا بديتي. لك انت تعرف شو عم سير. لك صوتك. لك اخي طلع اي صوت بدك اياه. قول اللي بدك اياه. اخي لب البنايه بس اسمي المختار لا تجيبه على لسانك. الله لا يوفقك. فك ايدك نايم معي. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك. لما تعيدها احكي اللي بدك اياه يا اخي. مش هذا الله. تعال. لما تعيدها. روق. روق مختار.